يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وبين الذل والخضوع لله عز وجل؟ من الرحمة، الله قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا تواضع. وأما الذل، ذل العبادة، هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. أنت لم تقرأ الآية، الله جل وعلا يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ما هو بخضوع وعبادة، وإنما هو رحمة بهما، تواضع لهما. نعم.